واضح ان امنيه من اشطر يعني البطلات عندك صح؟ هو انا عندي اربعه من اشطر المجموعه، انا عندي 20 لاعب مكفوفين، عندي اربعه منهم متفوقين جدا، منهم امنيه واسراء وعيد ومي. ومن اكتر الناس اللي هم ابطال فعلا وبيفهموا بسرعه جدا. هو الصوره مثلا دي عرفنا عليها، مي اللي في النص، اسراء اللي على الشمال، امنيه اللي هي اعمار مختلفه كابتن هيثم برضو. يعني مي واسراء 14 سنه وامنيه 21. طبعا ده كابتن ابراهيم مهدي معانا في الاكاديميه، وده برضو يعتبر برضو كان بيديني طاقه ايجابيه على طول، وحرفيا عاوز اقول لحضرتك اللي هو اللي فعل ان انا اخش الكليه وعمل حاجات بصراحه انا شخصيا من غيره بصراحه ما كنتش هعرف اعملها. الحمد لله. دي بقى الصوره اللي هي المجمعه فيهم اليوم في الاكاديميه في الجامعيه نفسها. هنا بقى ده تكريم، ده تكريم عشان الثانويه العامه كانت حاصله الاولى على المحافظه. بس انا اتكرمت على مستوى الاداره، لسه المحافظ تقريبا المفروض هو يكرمني، بس مش عارفه بقى هيحصل ايه. حد ما يكرمكيش يا امنيه ده لازم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. دي طبعا وهي لما خدت الميداليه، حصلت على الميداليه، فكانت طبعا صورت في قلب طلائع الجيش. دي طلائع الجيش، دي صوره جماعيه. انت لازم تكون يا كابتن فخور باللي بتعمله بجد. طبعا يعني انت بتعمل حاجه محترمه جدا. يعني انا لو انا مش فخور مش بجامل حضرتك والله، انا مش فخور بيها، ما كنتش برمتهم. انا مبسوط جدا 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 ان انا بمرنهم، والوقت يعني بيعدي معاهم اصلا. الكابتن كان على طول يقول لنا انا بحب التمرين معاكم جدا، الوقت بيعدي بسرعه جدا. يعني انا قلت والله يعني انا حافظه كلام الكابتن ده فم حرفيا. جميله امنيه، انا جميله جميله جدا. لو حافظه قران ما شاء الله، الحمد لله حافظه ست اجزاء تقريبا. ست اجزاء. بس طبعا بقالي كتير طبعا ما رجعتش من ثانويه عامه. ثانويه عامه بصراحه اثرت عليا كل حاجه، بس الحمد لله اثرت علينا كلنا. والسنه دي كانت اصعب من اصعب السنين فعلا. بس انت قدرتي توصلي برضه، اوصل وقدرت طبعا افرح اهلي. كفايه فرحتهم يعني. انا اي نعم انا ما كنتش مبسوطه قوي بمجموعي، بس هم فرحتهم. انت جبتي كام؟ 1.5. لا حلو، ماله واحد. انا على فكره انا جايبه 91 زيك بالظبط. انا بالظبط جبت 91. وكنت بتمنى ان انا اخش القدره الامتيازيه على فكره، يعني دي كلها كانت هدفي.